السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبي اللغة العربية، ثلاث كلمات جديدة للجموع. جميعنا نعلم تلك الجملة، جموع جمعها لا يفيد وجهلها لا يضر. أنا ضد هذه المقولة. هذه هي اللغة التي نشأنا عليها، وهي الهوية التي تجمع كل البلاد العربية تحت راية واحدة، فلا يمكن أن نهملها. تعال نشوف الثلاث كلمات دول الجموع بتاعتهم ايه. كلمة دلو بمعنى اناء اخطبوط، وكلمة امرأة. اولا جمع دلو دلاء، جمع الدلو دلاء. اما جمع اخطبوط فلك ثلاث جموع، يعني ثلاث جموع معاك عشان تجمع كلمة اخطبوط. ممكن نجمعها جمع تكسير على اخاطب وعلى اخاطيب، وتجمع أيضا على اخطبوطات. الثلاثة صح. أما كلمة امرأة فإنها تجمع على نساء. إذن دلو اللي هو الإناء يجمع على دلاء، اخطبوط أخاطب وأخاطيب واخطبوطات، وعندي كلمة امرأة تجمع على نساء. إلى اللقاء في ثلاث كلمات جديدة.